ورجعنا لكم مشاهدينا مع آخر فقرة من صباح نورمينا. معنا اليوم الدكتور محمود السيد، مدير مركز حنين للتدريب والاستشارات، حاصل على لقب مدرب محترف من المجلس العالمي في أمريكا. الموضوع اليوم عن مشروع سفراء التنمية ودوره للمجتمع والشباب. بالبداية نرحب في الدكتور محمود، صباح الخير. صباح الخير لكم ولجميع المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. الدكتور محمود، بالبداية نحكي عن مركز حنين للتدريب والاستشارات وبعدين ننطلق للمشروع أكيد. إن شاء الله. الحقيقة أولا شكرا لكم ولهذه الاستضافة، وإن شاء الله يعني تكون لها ما بعدها، ويعني أملنا في جمهورنا الكبير في الأردن وجميع المشاهدين قناة نورمينا اللي بنعرفهم يعني كويس. مركز حنين للتدريب والاستشارات هو مركز أردني، مؤسسة فردية قائمة على خدمة المجتمع من الجوانب التدريبية. ندرب في جميع مناحي الجوانب التدريبية. أعطينا أمثلة على تدريب. ممكن بندرب في القضايا الإدارية، بندرب في القضايا الأسرية والتدريس، ودربنا الحقيقة العديد من البرامج التدريبية. أكثر من جانب يعني. في أكثر من جانب نعم. دربنا داخل الأردن ودربنا خارج الأردن، ولأن الحمد لله رب العالمين سوق كبير خارج الأردن، وللأسف يعني هذه نقطة كثير يعني تحسب علينا لا تحسب لنا، بأنه خارج الأردن يهتموا بأكثر من الداخل في موضوع التدريب. والحقيقة أنه بتستضيفنا يعني وزارات وحكومات من دول أخرى حتى نقدم لهم برامج تدريبية وتنموية. ما شاء الله. وحققنا الحمد لله رب العالمين الكثير. لنا رؤية في مركز حنين. رؤيتنا أننا شركاء نملك مصادر المعرفة والمهارات التدريبية. ورسالتنا الحقيقة اللي بننشرها لجميع الناس بأننا نؤمن بالتدريب وبأهمية التدريب، ونؤمن باكتساب المعرفة والمهارات التدريبية ورسم الاستراتيجيات والتخطيط للمستقبل وتحديد الأهداف. هذا كله يجعلنا في مركز حنين مصرين على أن يكون التدريب جزء مهم في حياة المجتمعات من أجل تنميتها وتطويرها ويعني تقدمها إن شاء الله. إن شاء الله. هلأ إحنا عرفنا نبذة قصيرة عن مركز حنين أكيد، وإنجازاتكم أكبر وأكثر. رح ننتقل عن جزء من أعمال مركز حنين اللي هو مشروع سفراء التنمية. نعم. خبرنا عنه دكتور إن شاء الله. يعني الحقيقة مشروع سفراء التنمية هو مشروع رائد وعالمي. بدأ هذا المشروع يعني من فكرة عند دكتور جزائري، هو الآن يعني المشرف العام على مشروع سفراء التنمية، الدكتور محمد ميمون. بدأت الفكرة بأنه يكون في هناك مدرسة خاصة بالتطوير الشخصي وفي جانب التخطيط الاستراتيجي الشخصي بالتحديد. تم إطلاق اسم سفراء التنمية عليها، وتبناها العديد من المراكز في الدول العربية. بداية الأمر التحق فينا تقريبا 18 دولة في الوطن العربي، والآن دخل العديد من الدول غير العربية. فيعني نتوقع خلال هذا العام أن تكون الدول اللي دخلت في مشروع سفراء التنمية تزيد عن 35 دولة إن شاء الله. مشروع سفراء التنمية هو مشروع رائد يقدم تنمية مجتمعية، يحمل رسالة رؤية واضحة. رؤيته هي إيجاد 1000 مدرب مؤثر قادرين على تنمية وخدمة المجتمعات. نعم. ويحمل رسالة أيضا سامية، وهي رسالته تقديم البرامج التدريبية ضمن أعلى المعايير وبأقل التكاليف. بحيث نصنع الريادة لأوطاننا ولأمتنا وتطوير الجانب العلمي ويعني تنمية هذه المجتمعات، وحتى نكون نقدم تنمية لجميع الوطن أو لجميع العالم إن شاء الله. إن شاء الله. هلأ ما البرنامج اللي اختصت فيه سفراء التنمية اللي هو تخطيط الاستراتيجي الشخصي؟ نعم. الحقيقة أنه هذا كمان ما ميز يعني سفراء التنمية، بأنهم قدموا برنامج التخطيط الاستراتيجي الشخصي. برنامج التخطيط الاستراتيجي الشخصي يعني بخبرتي كمدرب من أفضل البرامج التدريبية التي قدمت. برنامج التخطيط الاستراتيجي الشخصي يبدأ مع المتدربين،
يهتم في جميع الفئات من 14 سنة ولغاية 60-70 إذا بدك، ما في مشكلة. يعمل ضمن منظومة الحقيقة كثير يعني راقية. هذا البرنامج استراتيجي شخصي. نعم، هذا الدفتر العملي للتخطيط الاستراتيجي الشخصي. البرنامج التخطيط الاستراتيجي الشخصي ليس فقط مادة نظرية تقدم، هو برنامج يقدم بجانب النظري والجانب العملي. نعم. مبين على الشاشة واضح. نعم. نعم. هذا هو اللي تشتغل عليه عمليا. صحيح. برنامج التخطيط الاستراتيجي الشخصي، يعني إذا سمحتي لي هيك نعمل أكيد تفصيل للإخوة المشاهدين. نعم، عشان يعرفوا أكثر. نعم. هو يبدأ يعني بمعنى آخر كيف نخطط لمستقبلنا وكيف نخطط لحياتنا. يبدأ من أبجديات كتابة الاسم والهوية الشخصية. الحقيقة لماذا الهوية الشخصية بدأت جزء من البرنامج؟ لأنها بالعادة البطاقة الشخصية تزيد من قيمة الشخص بينه وبين نفسه. وبعد ذلك دخلت إلى جانب آخر وهو جانب النجاحات والإنجازات اللي حققها هذا الشخص. شيء أنت أنجزته، شيء أنت حققته وبتكتبه، هذا كله مدعاة لأن يعني يزيد ثقة الشخص بنفسه. نعم. حتى يستطيع أن يدخل على الجانب الثالث. الجانب الثالث اللي هو جانب أين أنا الآن. يعني يعرف نفسه، جوانب قوة وجوانب ضعف والفرص المتاحة أمامه والخطورة اللي بتواجهه. هذا ضمن منظومة يعني علمية ومدروسة بشكل وتقدم بسلاسة الحقيقة. وقدمت للعديد، يعني الآن إن شاء الله حنيجي نتكلم عنها في أين قدمت. بعد الدخول في أو معرفة أين أنا وأين أقف وما هي إمكانياتي وقدراتي وقوتي ونقاط ضعفي، بنيجي بنحكي للمتدرب احلم. نعم. كيف يعني احلم؟ يعني شو في عندك احلام؟ شو شيء انت كنت بتحلمي فيه؟ لا يعني احنا بالعاده درجه العاده بين انه احلم يعني لن يتحقق. نعم. احنا لا بنحكي احلم وتحقق. نعم. نعم، والحلم سيتحقق ان شاء الله. ان شاء الله. كيف ايضا ضمن نفس المنظومه اللي احنا عاملينها بطريقه علميه، ان تحلم في جميع جوانب الحياة. جوانب الحياة ممكن أحلم في الجانب الشخصي، ممكن أحلم في الجانب المادي، ممكن أحلم في الجانب الاجتماعي، ممكن أحلم في الجانب الصحي، ممكن أحلم في الجانب الروحي، ممكن أحلم في الجانب العائلي. في جميع مناحي الحياة احنا حددنا تقريبا 8 مناحي للحياة، وفتحنا المجال لكل شخص انه يضيف عليها يعني ما يشاء من مناحي الحياة. نعم. اللي بتخصه هو شخصيا. يعني ممكن انت مثلا مثلا العمل التلفزيوني يكون جزء من مناحي حياتك. نعم. شيء اذا كانت يعني خارج الجانب المهني مثلا. هذه الاحلام نخضعها الى قاعدة رفق للنقد، بنقودها على قاعدة رفق. قاعدة رفق ملخصها الراء يعني فيها رغبة. نعم. انه في عندي رغبة لتحقيق هذا الحلم. الفاء المقصود فيها فرصة، وفي عندي فرصة لتحقيق هذا الحلم او ان اساهم في صناعة هذه الفرصة. والقاف هي القدرة، عندي قدرة ايضا. نعم. على العمل من اجل تحقيق هذا الحلم. بعد خضوعها إلى الجوانب النقد، خضوع هذه الأحلام إلى جوانب النقد، بنقوم بتوزيع هذه الأحلام على جوانب الحياة اللي عددناها. وبعد توزيعها على جوانب الحياة بنختار أقوى ثلث جوانب. أقوى ثلث جوانب وأوسط ثلث جوانب وأضعف ثلث جوانب. أقوى ثلث جوانب بنحطهم في مجموعة بنسميها مجموعة القوة، بعدين مجموعة التأثير، والمجموعات الضعيفة بنسميها مجموعة الدعم. نعم. مجموعة القوة بنحكي له صيغ على كل جانب من هذه الجوانب 3 أهداف. نعم. صيغ على كل جانب من هذه الجوانب 3 أهداف. المجموعة الثانية صيغ على كل جانب فيها هدفين، والمجموعة الثالثة هدف واحد. صيغ على كل هدف واحد. صارت يعني نعم. بالتسلسل. نعم بالتسلسل. نعم. صار عندي 18 هدف استراتيجي من خلالهم أصبح الحلم إلى هدف. صح. بعدين بصير الحقيقة مؤطر. نعم. بعد ذلك بدخل في تنفيذ هذا الحلم. والحقيقة انه عند التنفيذ عملنا البرنامج الآخر
اللي هو سميناه البرنامج التخطيط التشغيلي، برنامج التخطيط التشغيلي ودفتر عملي برضه. ودفتر عملي نعم. نعم انه كيف يقدر يدخل على التشغيل خطته اللي كتبها بشكل كثير مناسب. نعم. احنا دكتور عشان ما يداهمنا الوقت بدنا ننتقل للفئه المستهدفه. من هي الفئه المستهدفه من هذه الاعمال وهذا المشروع؟ يعني احنا حكينا انه الفئه المستهدفه من عمر 14 الى عمر يعني 60 70، وفي ناس التحقت فينا في الاردن. يعني مش بس فئه الشباب. لا 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 نقصد فئه الشباب، بالرغم انه نركز احنا على فئه الشباب. عملنا زيارات عديده لمؤسسات شبابيه وجامعات، ونفذنا برامج في جامعات، في الجامعه الهاشميه نفذنا برامج. حلو. في جامعه مؤتة التقينا مع عميد شؤون الطلبه هناك وتم الاتفاق على تنفيذ هذا البرنامج. لنا في الاردن تقريبا 40 مدرب معتمد من اجل تدريب هذه البرامج. تم اخضاعهم للتدريب، والان هم دخلوا على سوق التدريب وقادرين هم يدربوا هذا البرنامج. طيب في اي جانب من جوانب الحياه بفيد؟ ايضا تكلمنا في هذا الموضوع. هذا الـ 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 البرنامج هذا يعمل على خدمه جميع جوانب الحياه. الجانب ايوه الجانب الشخصي، المهني، العلمي، الروحي، الصحي، العائلي، عفوا الاجتماعي، جميع جوانب الحياه. يعني هو لا يركز على جانب، هذه ميزته، لانه لا يركز على جانب واحد، هو يركز على جميع جوانب الحياه ويخدم الشخص المتدرب في جميع جوانب الحياه. وميزه من ميز البرنامج بانه ياخذ البرنامج نظري ويساعده المدرب في صياغته. يعني المتدرب بامكانه يتمم تابع مع المدرب، المتدرب يتابع مع المدرب من شهر إلى شهرين من أجل إتمام صياغة الخطة الاستراتيجية الخاصة بهذا المتدرب. شو حاب تضيف أيضا عن هذا المشروع دكتور محمود؟ وبالنسبة للمشاريع القادمة، خططكم ورؤيتكم المستقبلية والغاية أيضا من التدريب ومن مركز حنين للتدريب والاستشارات. يعني إحنا بنأمل أنه يعني بالمناسبة هذا البرنامج يقدم شبه مجاني. نعم. فقط يقدم بتكلفة الشهادة، اللي هذه الشهادة بتساهم أو بتساعد على إنجاح البرنامج وإبقائه، يعني حتى يتمه شغال. نعم. لذلك البرنامج يقدم تقريبا مجانا بدون فلوس. نقدمه للجمهور. دخلنا قرى وأماكن الحقيقة حتى قيمة الشهادة اللي هي لا تتجاوز ال 15 دينار ما بيستطيع أنه يدفعها، ومع ذلك ندربهم. لكن احنا نتمنى يعني على الجهات الحكومية والجهات الراعية انها تساهم معنا في رعاية هؤلاء الشباب وهؤلاء يعني هؤلاء تلك المدارس من اجل تحقيق شيء. صح. والحقيقة اذا بدأوا شبابنا من الان يخططوا اكيد رح نصنع فارق بعد وقت قريب ان شاء الله. لذلك نتمنى يعني على جميع المؤسسات الداعمة والجهات الحكومية أن تسمح لنا وتفتح لنا مجال لأن ندرب مجانا، وإذا كان في عندهم مجال لدعم فقط المتدربين بيكون شيء كثير كويس. وقدمناها الحقيقة كما قلت قبل شوي في الجامعة الهاشمية. نعم. بدون مقابل. نعم. وحضر تقريبا 90 طالب وطالبة واستفادوا أكيد منها. يعني بإمكاننا أن نزور الجامعة الهاشمية. هم قبل لا أجي على الاستديو كان مجموعة منهم بيكلمني بأنه إحنا بننتظر الدورات القادمة نعمل مرة ثانية، لأنه في كثير طلاب سمعوا عن البرنامج لما حكينا لهم عنه قرروا أنهم يشاركوا فيه. ما شاء الله، يعطيكم ألف عافية على هذا الإنجاز الكبير، وتشرفنا بحضورك دكتور. شكرا محمود لكم ولهذه الفرصة. يعني أهلا وسهلا فيك.